صباح الخير من جديد، وصباح الخير لكل الناس اللي انضمت لنا بهالأوقات. وحاليا نتحدث عن منتدى فلسطين للنشاط الرقمي. ماذا يعني هذا المنتدى، ومن المنضمين، ومن الضيوف لهذا المنتدى، والرسائل والفعاليات والأنشطة التي يحتضنها؟ كل هذه التفاصيل أكيد حاضرة وإيانا في لقائنا هذا مع ضيفتنا عبر الإنترنت، سارة أبو الرب، منسقة منتدى فلسطين للنشاط الرقمي. يسعد صباحك سارة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير إليك ولجميع المشاهدات والمشاهدين. أهلا فيك سارة. يعني بداية، ما قبل الحديث عن الفعاليات، عن الأنشطة، عن الضيوف، عن كل هذه التفاصيل، نود تعريف المشاهدين ببطاقة تعريفية صغيرة حول هذا المنتدى. أكيد، منتدى فلسطين للنشاط الرقمي هو أضخم حدث فلسطيني بصير بتعلق بالحقوق الرقمية الفلسطينية. إحنا هاي السنة في عنا أكثر من 85 متحدث ومدرب من مختلف أنحاء العالم، من فلسطين والشتات، وكمان مدربين ومتحدثين عرب وأجانب. رح يكون في معنا كمان أكثر من 35 فعالية موجودة خلال الأيام المنتدى، وهذا كله بالشراكة مع أكثر من 70 شريك محلي وإقليمي ودولي. الأساسي أنه إحنا في منتدى فلسطين بنحاول نناقش كل القضايا المتعلقة بالحقوق الرقمية الفلسطينية، وكمان بيكون في ربط بالسياق العربي والعالمي، بنتعلق نحكي أكثر عن موضوع حفظ البيانات، الخصوصية، انتهاكات الرقمية اللي بتصير بحق المحتوى الفلسطيني، وكيف ممكن نحسن هذا المحتوى، كيف ممكن كمان يكون في تواصل أكبر مع شركات التواصل الاجتماعي، لأنه إحنا في منتدى فلسطين للنشاط الرقمي كمان رح نستضيف متحدثين ومدربين عن أكبر شركات السوشيال ميديا اللي هي فيسبوك وتويتر وإنستغرام. جميل جدا سارة. بصراحة يعني اليوم عم نتحدث عن هذا المنتدى والذي يختص تحديدا في النشاط الرقمي والحقوق الرقمية مثل ما ذكرتي، وبالتالي إذا ما تحدثنا عن القيمة العامة للمنتدى وقيمة المخرجات التي ستنتج من بعد انتهائه والذي يمتد لعدة أيام. هذا المنتدى بصير للسنة الخامسة على التوالي، ولكن هاي النسخة الثانية الرقمية منه. يعني من الأشياء الجميلة اللي انضافت لنا هاي السنة إنه إحنا قدرنا نستضيف متحدثين ومدربين من خارج فلسطين، سواء عرب واللي كانوا بالسنوات السابقة ما يقدروا يدخلوا على فلسطين، فإحنا هاي السنة عم نستضيف خبرات وناس في حوارات عن مؤسسات أممية من العراق، من لبنان، من مصر. الأساسي إنه إحنا هاي السنة ماخدين ثيمة الحقوق الرقمية الفلسطينية خلال جائحة كورونا وبعدها، وبنعرف قديش خلال الجائحة الحقوق الرقمية تأثرت في فلسطين. كنا نشوف في البيانات الطبية المتعلقة بمرض كورونا عم تنتشر على منصات عامة، فبالتالي كيف تأثر موضوع الخصوصية البيانات الطبية. هذا الموضوع رح نفتح فيه أول أيام منتدى فلسطين النشاط الرقمي، رح نحكي عن البيانات الطبية بين حرية أو بين الخصوصية وحق الوصول للمعلومة، فرح نناقش مع وزارة الصحة، مع ممثلين عن الحكومة النرويجية، وكمان رح نتحدث عن كيف ممكن تحافظ الحكومة على خصوصية الأفراد الطبية، شو لازم يصير عشان نضمن إنه يعني هاي الموازنة بين الصحة وبين كمان الخصوصية. هل لأنه في عنا جائحة فبالتالي فيش حاجة إنه نحافظ على خصوصية البيانات؟ هذا السؤال كان كتير مهم، ويعني إحنا بنحاول كمان في الجلسات اللي بنضيفها هاي السنة إنه نناقش كمان موضوع النشاط الرقمي في العالم العربي، مثل ما شفنا في العراق وفي لبنان المنصات التواصل الاجتماعي كانت أداة فاعلة لأنها تحشد الناس وتحركهم في الشارع، فكيف كان كمان قمع الحكومات لهدول الأفراد، كيف كانت تستغل منصات السوشيال ميديا حتى إنها تقمع الحركات السياسية الموجودة في الشارع. فإضافة لكمان الفرصة لأنه الناس اللي مهتمين في موضوع النشاط الرقمي بمختلف أشكاله، سواء المناصر الرقمية، سواء كيف نطور أعمالنا اللي نعملها على فيسبوك. عندنا رح يكون في ورش تدريبية مع فيسبوك، كيف تستفيد من فيسبوك كمنصة لتطوير الأعمال الصغيرة،
ففي مجال كبير لانه الافراد المهتمين بتطوير مهاراتهم انهم يفوتوا على هاي التدريبات وياخذوا خبره اكثر من مدربين من قلب المؤسسات الكبيره اللي مثل ما ذكرت لك والشركات الكبيره اللي هي فيسبوك وتويتر وانستغرام اللي هم اكثر ناس ممكن يفيدونا في نصائح كيف نوظف هاي المنصات لصالحنا. وكمان من الناحيه الثانيه النقاشات اللي بتثري القضايا الكبيره اللي احنا بنحكي عليها اللي هي موضوع الأمان الرقمي، موضوع الحريات الرقمية، موضوع الخصوصية، كل هاي المواضيع، موضوع كمان تقنيات الرقابة اللي مثل ما احنا بنعرف إسرائيل بتطور برامج وعندها شركات كثيرة بتطور برامج وآليات للرقابة على الأفراد بتبيع هاي البرامج للعالم. أكيد كمان موضوع تقنيات الرقابة عم بيأثر علينا كفلسطينيين وكمان كعرب. نعم جميل جدا، يعني سارة ذكرتي موضوعات جدا هامة وخاصة في الوقت الحالي، وحتى مع وجود ضيوف ووجود متحدثين مثل ما تفضلتي من الخارج وبالتالي لديهم خبرات كافية بالتأكيد وواثقين بأنه راح يكون في هناك مخرجات جدا هامة ومخرجات جدا رائعة وجميلة. سارة، إذا ما حكينا عن شكل المنتدى، هل في هناك آلية معينة أو شكل سيتم عقد المنتدى من خلاله؟ أكيد إحنا السنة مثل ما ذكرت لك إنه المنتدى رح يكون رقمي. المنصة اللي مستعملينها اسمها هوبن، هاي المنصة المميز فيها إنه بتحاول قد ما تقدر تحاكي تجربة المنتديات أو المؤتمرات اللي بتكون على أرض الواقع الأوفلاين. فبتقدر كمشارك في المنتدى إنك تفوت تختار مثلاً بدك تروح على ورش تدريبية أو بدك تروح على جلسة حوارية اللي فيها نقاش، والورشات اللي هي فيها أكثر تدريبات. كمان في عنا مساحات اللي هي أكسبو أو معرض اللي من خلاله بنشوف نتعرف أكثر على المؤسسات الشريكة في المنتدى، كل واحدة إيش شغلها، كيف بتقاطع مع موضوع الحقوق الرقمية. وفي فرصة كمان يعني كمان إضافية اللي هي خلينا اكثر نتفاعل مع بعض كمشاركين وكمان مع المتحدثين، اللي هي مساحه النتوركينج او التشبيك اللي من خلالها انت ممكن تدخل تعمل محادثه مع مدرب، مع شخص مشارك في المنتدى. وكل هذا لازم يصير بعد ما يتسجلوا، يعني اي حدا مهتم انه يحضر هاي الجلسات او الورشات مفروض يفوت على ويب سايت المنتدى اللي هو pda.ps. من هناك رح يشوف زر التسجيل اللي من خلاله بسهولة شديدة بيقدر يسجل، يوصل رابط اللي من خلاله بدخل على الورشة أو الجلسة اللي هو يسجل فيها. طبعا بيقدروا الناس يسجلوا بكل الورشات أو ورشة معينة، وكل التفاصيل توصلكم على الإيميل. جميل جدا. سارة، يعني انت ذكرتي وطرقتي لموضوع التسجيل وحكيتي انه اي حدا بيحب يشارك بالمنتدى المفروض انه يسجل، وبالتالي قد يكون في هناك سؤال، هل كل هاي الورشات الهامة والورشات اللي فعلا ذات قيمة جدا عالية، هل في هناك يعني لقاء مادي مقابل هاي الورشات، ام هي بصورة مجانية متاحة لاي شخص بحب ينضم للمنتدى؟ أكيد جميع الجلسات والورشات التدريبية هي مجانية متاحة للجميع، بقدروا كل من أي مكان بالدنيا أنهم يحضروها ويسجلوا فيها. ونتأمل أكيد أنه يكون في فائدة، لأنه إحنا حاولنا ننوع المواضيع قدر الإمكان من مواضيع تتعلق بناس تقنيين كثير أو مهتمين كثير بالحقوق الرقمية أو بالنشاط الرقمي، لكمان أهالي مثلا. في عنا ورشة مخصصة اللي هي موجهة للأهالي تتعلق ب كيف او الامان الرقمي للاهالي والابناء، الابناء والاهالي كيف ممكن الاهالي انهم يحافظوا على ابنائهم خلال استخدام المنصات الرقميه. فاحنا وفرنا ورشات وتدريبات بقدروا يشوفوها على الويب سايت برضه pda.ps. البرنامج على مدار 4 ايام من 29/3 ل 1/4، برنامج جدا زخم وجدا منوع. احنا لنا اكثر من 4 5 شهور عم نشتغل على الموضوع، فبنتأمل إنه يكون البرنامج شامل ويستهدف أكبر فئة من الناس وأكبر اهتمامات من الناس. جميل جدا. عن موعد المنتدى سارة، وهل المجال ما زال مفتوح للتسجيل؟ أكيد المنتدى بين 29/3 ل 1/4، 4 أيام. التسجيل لساته مفتوح، احنا كنا مسكرينه يوم 21 ولكن في ناس صاروا يبعثوا لنا انهم لحقوا يسجلوا، ف
نتأمل من الناس اللي مهتمة في الجلسات والورشات وموضوع الحقوق الرقمية بشكل عام إنهم يفوتوا على الويب سايت ويسجلوا بأسرع وقت ممكن، لأنه يعني الأعداد من المسجلين صارت كثير كبيرة واحتمال إنه نسكر في أي وقت. كل الاحترام وكل التوفيق إن شاء الله نتمنى لكم يا سارة أبو رب، منسقة منتدى فلسطين للنشاط الرقمي. بنشكرك جزيل الشكر على إعطانا هالتفاصيل، وإن شاء الله وواثقين بأنه راح يكون منتدى ناجح ومنتدى متميز، كونه بالتأكيد بلامس موضوعات جدا هامة تتعلق في الحقوق الرقمية أو في النشاط الرقمي في فلسطين. شكرا جزيلا سارة. يعني بهذه الصورة نكون قد وضعناكم مشاهدينا الكرام بلمحة حول منتدى فلسطين للنشاط الرقمي. مثل ما تفضلت ضيفتنا بإمكانكم التسجيل وبإمكانكم أن تكونوا حضور ومشاركين في ورشات قد تهمكم وقد تهم مجالاتكم أو اهتماماتكم. مكملين وإياكم ومتواصلين والحديث عن ضياء إشبارو، هذا الشاب الفلسطيني الذي حمل على عاتقه مسؤولية التجوال الفلسطيني داخليا وحتى في الداخل المحتل. كل هذه التفاصيل ستكون حاضرة وإيانا إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل.